أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج شباب في الكتاب. بيسعدني أن أرحب بنيافة الأنبا أبراهام سكرتير المجمع المقدس لكنائس القديس أثناسيوس في الشرق الأوسط. أهلا بنيافة. أهلا بك يا أرين وبكل المشاهدين. أعزائي المشاهدين، معانا النهاردة شخصية عظيمة جدا في القيمة وفي الدور اللي عملته، إلا أن يمكن الكتاب المقدس ما ذكرش عنها كتير وعن الدور اللي هي أدته، لكن يمكن لو الدور ده ما كانش اتعمل كانت القصة بتاعت الشخصية دي أخدت مسار تاني خالص. شخصية النهاردة من شخصيات العهد الجديد وهي يوسف النجار. في البداية أبونا، زي ما نيافتك عودتنا، معنى الاسم بيبقى ليه يعني مدلول كبير قوي عن الشخصية دي عملت ايه، فلو نيافتك تقول لنا يوسف معناه ايه؟ بداية يا إيرين، أنا يعني فعلا بشكر ربنا ويعني بشكر البرنامج أنه في كل مرة يعني بيأتي أمامنا بشخصية بكل تأكيد يعني بنستفيد كلنا منها أو فعلا محتاجين أن احنا نقف عندها ويعني ننظر إليها بأكثر تدقيق، لأنه بكل تأكيد ما فيش شخصية ذكرت في الكتاب المقدس إلا والنجم من ورائها يعني ومن وراء قصتها وسيرتها أشياء وفوائد في الحياة العملية الروحية كثيرة جدا. بداية، معنى اسم يوسف زي ما يقول لنا يعني الكتاب المقدس عن يوسف بتاع العهد القديم، يوسف ابن يعقوب الابن الأصغر آخر أبناء يعقوب. معنى كلمة يوسف يزيدني الرب أو الرب يزيدني، وده اللي قالته راحيل أمه يوم ما ولدته، دعت اسم يوسف قائلة إن الرب يزيدني. فمعنى اسم يوسف يعني يزيد أو يضيف ويكمل. وأنا شايف إن في معنى الاسم إشارة رائعة جدا، إن كل ما نتذكر يوسف تزداد معرفتنا معرفة جديدة على المعرفة السابقة. فهو اسمه فعلا يعني اسم على مسمى، يعني بيترجم نفسه بنفسه وبيضيف لينا وبيزود لينا يعني دروس عظيمة مستفادة جدا جدا. خلينا نبتدي من بداية القصة، ولو نيافتك تكلمنا عن دور يوسف في قصة ميلاد ربنا يسوع المسيح. في الحقيقة الدور كبير جدا، وزي ما انت في بداية الحلقة يعني لفت نظرنا ان بحق يعني لو فرغنا قصة ولادة المسيح الهنا لكل المجد من يوسف النجار، القصة هتروح بينا في مسار اخر وفي سكة تانية مختلفة. يمكن كتير مننا ما بيقفوش عند يعني هذه الشخصية العظيمة الكبيرة جدا، نظرا لانه الكلام عنها كان قليل ولم يذكر عنها الكثير، لكن في الحقيقة يعني انا شايف ان الدور الذي قام بهذا القديس الكبير يوسف النجار يعني دور لا يستهان به، بمعنى انه حينما وجد امرأته حبلى من الروح القدس، يقول لنا كده انجيل متى، يعني اذ كان هو رجلا بارا لم يرد ان يشهرها بل اراد تخليتها سرا. فبداية يقول لنا الانجيل المقدس انه كان رجلا بار، والرجل البار في ذلك الوقت كان بتقييم معايير ناموس العهد القديم، لم يكن العهد الجديد اعطي بعد او تجسد المسيح لم يكن قد ظهر بعد، ولا قصة الصلب والقيامة ورسائل القديس بولس ولا كل اللي احنا نعرفه حاليا. فلما الانجيل يقول لنا كان رجلا بارا، اذا يشهد ببره بحسب ناموس العهد القديم، وكون يعني تقييم العهد القديم يشهد بان هذه الشخصية وهذا الرجل رجلا بارا، ده ما يقدرش يقول لنا غير انه فعلا يعني نجح في انه يتمم ناموس موسى ويعمل وصايا الرب بلا لوم، بدليل انه خرج علينا بهذه الشهادة كان رجلا بار. ده بالاضافة كمان انه كانت له علاقة بالعالم الروحي الغير المنظور مثل الملائكة. لما اراد ان يعني يخلي العذراء سرا لم يرد ان يشهرها بل اراد
تخليتها سرا فيما هو متفكر بهذه الأمور جاء له ملاك الرب في الحلم. معنى كده أن دي أكيد مش أول زيارة من الملاك ليوسف ولا آخر زيارة، لأن زي ما احنا هنعرف في بقية القصة حينما هيرودس أراد أن يقتل الصبي يسوع جاء أيضا الملاك في حلم وظهر ليوسف وقال له خذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر. زي ما هيرودس مات وجاء ابنه أرخلاوس يملك عوضا عن أبيه على كورة اليهودية، جاء له أيضا ملاك الرب وقال له اذهب إلى نواحي الجليل وسكن في قرية الناصرة ودعي الصبي يسوع ناصريا. يعني إذا هناك كانت في زيارات متتالية من الملاك إلى يوسف النجار، الأمر اللي بيأكد أن كانت السكة مفتوحة بين السماء والأرض. هذا الرجل كان له علاقة بالملائكة، هذه الأجناد الروحية، هذه الطغمات النورانية، هذه القوات الغير منظورة التي أعطت ليوسف طمأنينة. الملاك هو اللي قال له لا تخف يا يوسف أن تأخذ مريم امرأتك لأن الذي حبل به في بطنها هو من الروح القدس. إذن ما الذي نزع المخاوف أو الأفكار اللي كانت بتروح وتيجي تطارد هذا القديس العظيم يوسف النجار؟ الملاك. إذن لأنه بار كانت أيضا حياته نقية مفتوحة على معاينة السماويات. الأمر اللي كان من نتيجته ذكر أيضا إنجيل متى أنه لما استيقظ يوسف من النوم فعل كما أمره ملاك الرب. كان إنسان مطيع مش عنيد. ممكن كان يبقى قدامه الفرصة أنه يقاوح ويقاوم ويفاصل مع الملاك وينتظر الوقت اللي ممكن فيه يتأكد من بشارة الملاك له أو من حلم الملاك له، لكن لم يفعل كل هذا. يعني أنا شايف أن احنا قدام يا إيرين شخصية بارة تقية خاضعة وطائعة لصوت الله والتعامل الله معها. هي الغريبة أنه لما صحي من الحلم أول حاجة عملها أنه فعل كما أمره الرب، ما عادش ياخد ويدي مع نفسه طب ما يمكن ده مش من رب، يمكن ده أنا بس كنت بحلم، لكنه فعل ما أمره الرب. يعني ما هو ده الأمر اللي يأكد يا إيرين أن هذه الشخصية فعلا كانت مش في الموقف ده فقط بتظهر الطاعة، لا الطاعة صح ثمرت موقف اتولد دلوقتي، لكن بكل تأكيد كانت رحلة حياته السابقة التي نحن لا نعرف عنها شيء كانت أيضا فيها مواقف بتظهر الطاعة. بدليل أنه لما جه قدام الموقف الكبير دوت لم يتراجع، لا لم يتأخر لكنه أطاع. وأنا أذكر يعني واحد من التعبيرات البسيطة اللي قالها رجال الله الأفاضل إن اللي اتعلم يطيع الله في الصغيرة هيطيعه في الكبيرة. فبكل تأكيد هذه الشخصية أكيد تاريخ رحلة حياتها كان مملوء من مواقف الطاعة والاستماع لصوت الرب بإيجابية بدون فصال وبدون نقاش. عشان كده لما تعرض لهذا الموقف اللي بيخض، ما هو ده موقف يخض برضه وده موقف محير، لم يتراجع يوسف لكن فعلا استيقظ من النوم وفعل كما أمره ملاك الرب. انا عندي سؤال، يعني يمكن كل واحد فينا نفسه في يوم مثلا يشوف ملاك ولا حاجه، وهي الملائكه راحت فين؟ هي كانت زمان بس ولا يعني هل ممكن تظهر لحد؟ هو في الحقيقة يعني في 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 ضوء ما قاله الكتاب المقدس يرين ان الملائكة ديت يعني الله بيرسلها يعني في خدمات ومهمات تؤدي تكليفات السماء. يعني يقول الكتاب المقدس انهم ارواح مرسلة للخدمة للعتيدين ان يرثوا الخلاص. سبح الله يا ملائكته المقتدرين قوة الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه. إذن الملائكة بترسل من الله لخدمة الإنسان أو لتوصيل رسالة إلى الإنسان. فأنا عايز أقول إمتى الله بيرسل هذه الملائكة لتوصيل رسالة إلى الإنسان؟ أولا لازم يكون الإنسان على علاقة بالله تستحق وتستوجب انه يبعت له ملاك. يوسف النجار ارسل له الملاك.
هي العذراء المطوبة مريم أرسل لها الملاك جبرائيل، وهكذا مواقف كتيرة في العهد القديم وفي العهد الجديد الله أرسل ملائكته، وهكذا كان لهم أدوار عظيمة جدا. دانيال في جب الأسود يشهد ويقول الله أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود فلم تضرني. بطرس في السجن في سفر أعمال الرسل إن جاء الملاك وضرب بطرس في جنبه وأوقظه وقال له طمنتك وإلبس عليك، وقاده من السجن الداخلي إلى أن تركه عند باب السجن الخارجي، وجاز به هكذا كل المسافة من السجن الداخلي إلى السجن أبواب السجن من الخارج. فأنا شايف إن الملائكة طوعة إشارة الله وهي رهن إشارته. لكن ليه الله مش بيبعت ملائكة ليا ولا ليك ولا لأي شخص آخر؟ لأن يعني أنا شايف لازم يعني نتدرب على التعامل مع استقبال هذه الأرواح. ليه؟ عشان لما تيجي برسالة معينة لازم أصدقها. ما أنا لو شكيت يبقى من الأساس مش هتجيلي. لو أنا وقعت في الحيرة واحترت وانتظرت شيء من الوقت عشان أتأكد، يبقى إذن الملاك هينتظر لحد ما أنا أتأكد عشان لما يجيلي يجيلي بالرسالة المؤكدة. فأنا شايف إن إحنا نحتاج أولا أن تكون يعني علاقتنا بالله قوية جدا. اتنين، نتدرب على الطاعة على الله حينما يرسل لنا هذه الأعوان هذه الأرواح التي تعيننا في أمورنا وفي تفسير مواقف حياتنا المختلفة نصدقها. لأن ما ننساش أن زكريا الكاهن أبو يوحنا المعمدان حينما جاء له الملاك وهو يبخر في الهيكل وبشره ببشارة ولادة يوحنا، تعجب زكريا وهكذا شك في كلام الملاك، فقال له أنت تكون صامتا إلى أن يتحقق هذا القول. وده اللي حصل فعلا حتى في ولادة يوحنا لما قالوا له بماذا تسمي المولود، فطلب لوحا وكتب اسم يوحنا. فأنا شايف أن الأمر يحتاج إلى شيء من التدريب والممارسة العملية على التعامل مع هذه القوات الروحانية الغير منظورة. من قرايتي لقصة حياة يوسف النجار لقيت أن هو الدور اللي قام بيه كبير جدا، لكنه يعني ما خدش بالي من قراياتي انه قال اي كلمة، يعني ما قالش ولا كلمة مثلا للعذراء المطوبة مريم، او قال كلمة لربنا يسوع المسيح، او خالص كأن يعني هو دوره صامت جدا. الكلام اللي بتقوليه حقيقة فعلا يا إيرين، ويمكن اكتر موقف يشهد لنا او يعني يقول لنا عن دلالة اللي انت الموقف اللي بتقولهولنا دلوقتي، القصة اللي بيحكيها لنا إنجيل معلمنا البشير لوقا أصحاح 2، لما صعد الصبي يسوع مع أبواه إلى الهيكل في أورشليم في عيد الفصح، ودخل يسوع إلى الهيكل وكان يعني جالسا وسط المعلمين يسمعهم ويسألهم، وكان يوسف النجار والعذراء مريم بيدوروا عليه اظنوه بين الرفقة، وقعدوا يدوروا عليه مسيرة 3 أيام إلى أن وجدوه في الهيكل. فقالت له أمه يعني يا بني لماذا فعلت بنا هكذا، هوذا أبوك وأنا كنا نطلبك معذبين. زي ما انت قلتينا فعلا أن كل المواقف اللي ذكرت فيها يعني السيرة وجات فيها السيرة عن هذه الشخصية العظيمة، لم نجد يوسف النجار يتكلم ولا أجاب بأي إجابة. حتى في هذا الموقف كان من المفترض يعني أنه أمام ما فعلوا الصبي يسوع وما كانوا هم يعني بيبحثوا عنه معذبين، كان سنه 12 سنة تقريبا، لكن لم يصدر منه أي تصريح أو لم تخرج منه أي إجابة، لم ينفعل عليه أو لم يتكلم بكلام لا يليق، لكن بل بالعكس العذراء مريم كانت هي المبادرة
وقالت له مش هوذا أنا وأبوك، لا هوذا أبوك وأنا. يعني كمان بتقدم رجلها وبتكرمه وبتعطيله المكانة الأولى في هذا الموقف. يعني مش أنا بس اللي كان أحشاء أمومتي مشغولة عليك أو قلقان عليك، لكن هوذا أبوك وأنا كنا نطلبك معذبين. ده الأمر اللي بيأكد أن كانت حياة يوسف أفعال وليس أقوال. إحنا حياتنا إيرين امتلأت كثيرا بالكلام، ويا مقدر الكلام، والكلام ملا حياتنا في كل شيء، لكن نحن اليوم أمام شخصية عظيمة كثيرة الأفعال وربما عديمة الكلام. فعلا أمام شخصية تبدو أنها صامتة، لم تتحدث، لم تتكلم، لم تتفاعل بالكلام أو بالعبارات مع أي موقف، لكن فعلا الدروس المستفادة منها عظيمة وعظيمة جدا جدا جدا. ناس كتير مننا بتركز في حياتها على أقوالها، وكتير منا بنذكر الناس الذين رحلوا بأقوالهم، نقول لك ده قول فلان، ده ترك لنا جمل مقصورة وكلمات رنانة وعبارات نذكرها طول التاريخ. لكن نحن اليوم أمام شخصية لا توجد لها عبارات، لا توجد لها كلمات، لكن توجد لها أفعال، توجد لها مواقف بتثبت عظم هذه الشخصية كم كانت عظيمة وعظيمة جدا. والغريب برضو يا بونا أنه ما فيش تنافس ما بين دور العذراء مريم ودور يوسف. يعني أنا دايما بنشوف الناس بتغير من بعض، ده دوره أحسن مني، ده دوره أكبر مني، لكن ما يذكرش الإنجيل خالص أن كان في نوع ده من الغيرة. مثلا أنه دور يوسف هو بس كان الحامي للأسرة ديت في فترة من الزمان، أما دور العذراء مريم فدورها المفروض أنه هو أكبر. فلو نيافتك تكلمنا عن سبب أن ما فيش غيرة عند الحياة يا رين. يعني فعلا انت بتاخدينا في نقط يعني محتاجين فعلا يعني نقف يعني متعمقين في دراستها، لان جواها دروس عظيمة جدا. اولا لا يغيب عننا ان هذا القديس العظيم كانت صناعته او وظيفته نجار. ذكر عنه عن المسيح يسوع نسبة إلى أبي أليس هذا ابن النجار، بل قيل عن المسيح يسوع نفسه في مرقس 6 أليس هذا النجار ابن مريم. ما يغيبش عننا أن كلمة نجار معنى كده أن مهنة بسيطة متواضعة، مهنة لا تحتاج إلى تعليم كثير أو إلى شهادات عظيمة بمقياس أيامهم. لكن أمام كل هذا كان الرجل ليس يعني يوزن بشهاداته أو بوظيفته، لكن كان يوزن بأعماله وبأفعاله. زي ما أنت قلتي إن كان من الممكن إن روح الغيرة تتوقد في شخصيته وفي نفسيته، حال كونه كمان صناعته يعني صناعة بسيطة وصناعة متواضعة جداً، كان من الممكن أن يتسرب إليه هذا الفكر، فكان يغار من العذراء مريم. إزاي هي قايمة بهذا الدور الكبير وأنا أمامها دوري بسيط وصغير جدا؟ ده الأمر اللي يقول أن كانت شخصية هذا القديس وتكوينه من الداخل تكوين سوي وشخصية متوازنة. الأمر اللي بيأكد أن ناس كتير علماء وعظماء وحاصلين على شهادات كبيرة، لكن داخل حياتهم عقد وكلاكيع، وداخل تكويناتهم النفسية أيضا منحنيات. ممكن لما يتعين في وظيفة معينة العقدة اللي عنده يطلعها في مرؤوسيه ويتعامل معهم بكل قسوة، أو لما يقف في كذا موقف من مواقف الحياة العادية جدا تظهر يعني دواخل هذه الشخصية، ويظهر منها بقى التكوين الإنساني النفسي اللي بيسميه الكتاب في رسالة يعقوب الغيرة المرة، حيث التحزب والتشويش وكل أمر رديء. لكن نحن أمام شخصية بسيطة نجار، لكن متزنة ومتوازنة
وهكذا قدر العذراء مريم في دورها وتكليفها الذي وهب لها من الرب، وكان له ايضا هو الدور الذي ما طلعش براه لكن اتحط في المكان اللي الله سمح انه يتحط فيه. عشان كده عقب ولادة الصبي يسوع وذهابه الى اورشليم في عيد الفصح بعد ما كان سنه 12 سنة لم نسمع عن يوسف النجار، اختفى، اين ذهب؟ كأن الروح القدس عايز يقول لنا انا سلطت عليه الضوء في التوقيت ده بالذات لان كان ليه مهمة وكان ليه غرض لابد ان يقوم به. بعد ما انهى هذا الغرض وانهى هذه المهمة اختفى يوسف النجار من المشهد، وده اللي بيبين ان القصة مش فرد عضلات ولا اظهار بطولات على قدر ما هي تكليفات من السماء الى الانسان اللي الله احبه واراد ان يجعله شريكا في خطة حياته اللي عايز يعملها من اجل خلاص البشرية. ابونا طب لو انا اتواجهت مع نفسي ولقيت ان انا جوايا غيرة مثلا من زميلتي اللي في الشغل، ببص عليها جدا واتغاظ وغير منها، او اعمل ايه عشان الغيرة اللي جوايا دي تروح او اتشفي منها؟ في الحقيقة هذه الغيرة اللي بتخليني اتجرح لذاتي لما بشوف هناك من يتفوق او يتميز عني، اساسها الانانية ومحبة النفس، وان انا عايز اكون دائما اللي متميز في مكان الصدارة، انا اللي اخد المكانة الاولى، انا اللي اخد الوظيفة الاعلى، انا اللي اخد المرتب الاعلى، انا اللي اكون مندوه ومطلوب بين الزملاء. كل ديت بتقول لنا ان في سوس الكبرياء جوايا، اريد ان اتعالى واتفاخر واظهر امام الجميع حتى لو على حساب الجميع. يعني اول حاجة اني افهم انه ده جدره انانية او كبرياء، او ان انا عايز نفسي ابان، دي اول خطوة طبعا كده. وطالما انا اكتشفت هذا وضعت يدي على هذا لابد ان اتوب، لابد ان ارجع الى الرب واقول له اشفي ذاتي من محبة ذاتي. عشان كده المسيح الهنا قال في وصاياه الاولى ان اراد احد ان يتبعني فلينكر نفسه. ينكر نفسه انه معناه يجعل نفسه رخيصة، لا يجعل نفسه في المكان الاولى، لكن يؤخر نفسه ويضع نفسه لاجل المسيح لكي يربحها ولكي يخلصها. فهذه الغيرة المرة اساسها هي محبة الذات.